مرحبا بنات دايرين لاباس عليكم هاني نتوما بخير صحه بخير كي دايرين وليداتكم كي دايرين نتوما كنتمنى تكونوا على الف 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 خير وكما جرت العاده دائما انا في اطار هذا المرض اللي كاين ديال كورونا الله يحفظ الناس يا ربي واللهم لا عدوى ضروري كنعجن الخبز في الدار اي حاجه كنديرها في الدار درت اليوم هذا الخبز هذا عجنت كمية دائما حنا كنعملوها كخبز كثير ودرتو بالزرع وشوية ديال الفرز ضروري شوية الفرز ولكن الثرية كثرت فيه الزرع تبارك الله راه كيجي بحال البونج بلا ما نحتاجو نبقاو نشريو الخبز ديال الزنقة المرأة دير واخا غير بخيمرة في دارها وتفادى بزاف ديال الحوايج درت هاد الحريشة حتى هي درت معاها الشعير والسميدة راه فايتة دايراها معاكم هيا راه كنقول لكم اللي ما عنده سنان هيا كتجي رطبه بزاف تبارك الله تجي رائعه هيا هيا هادي تبارك الله هيا كتجي كلها مسمده من الداخل شحال درتي الخبز شحال الخبز شي كلشي 20 ايوا جوج 4 5 8 10 12 13 14 15 16 20 كما قلت لكم ديك المره ملي تعجن شي كميه ديال الخبز واحد جوج بيضات ولا ثلاثه ما فيها عيب انسان انا ما بغيتش نقول لكم شنو كندير انا الصدقات تبغي تكثر و كما قلت لكم هذا هو العمل اليومي ديالنا وانا ضروري كنعجن شويه بزايد علاش ضروري كندير شويه في الكونجيلاتور كندير عجين تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام ودابا ان شاء الله غتمشيو معنا نوريكم كيفاش البلبوله كيفاش فورتها اللي بغى يديرها باللبن تيديرها واللي بغى يديرها بالحليب تيديرها ومن بعد ان شاء الله غنوريكم كيفاش كنعقموا النيه هنايا ان شاء الله